السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وفي الوطن العربي وفي كل أرجاء العالم، أهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد وفقرات اليوم المفتوح وخامس أيام عيد الفطر المبارك. أسأل الله العظيم أن يجعله عيدا طيبا مباركا عليكم، عيدكم مبارك وأصحابكم في هذه الفقرة المفتوحة الجميلة مع أفضل المواهب وأجمل الشخصيات ومجموعة من أولادنا الجمال. إن شاء الله بإذن الله نفرحكم ونكمل فرحة العيد معاكم بروح الأمل بروح التفاؤل. بندعي لمصر الغالية وكل وطننا العربي أن ربنا يرفع عنه الهم والغم والبلاء والمرض، ونرجع تاني نستمتع بمصرنا الحبيبة بشمسها وبجوها الجميل، ونخرج ونتحرك ونروح ونرجع كمان تاني نطلب العلم في كل حتة. أسأل الله العظيم أنه يا رب يسعدكم ويفرحكم. يشرفني ويسعدني أن يكون معايا النهاردة أحد الأساتذة الكبار المتخصص في الوسائل التعليمية الخاصة بالسن الصغير، سن الأكاديميات والحضانات الصغيرة، فضيلة الشيخ مصطفى درويش مشرف الوسائل التعليمية ومدرب أكاديمية الفتح الرباني، ومجموعة من أفضل المواهب. معايا الباشمهندس أحمد من شباب أكاديمية الفتح النهاردة، أحمد السيد دياب، هنسمع منه النهاردة أفضل نسمع القراءات وتقليد رائع لمشايخنا الأفاضل وأنشودات وكلام رائع النهاردة. صاحب الصوت الطيب الجميل، أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. مصطفى صلاح خاتم القرآن الجميل اللي بنكرمه النهاردة، مؤمن عزب عز العرب، مؤمن اللي ختم القرآن وبنكرمه النهاردة، ومصطفى اللي ختم القرآن النهاردة مصطفى بلال، أهلا وسهلا بكم. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين وزي ما عودناكم أول ما نبدأ بالقرآن الكريم ولنستمع له بصوت فضيلة الباشمهندس القارئ الجميل باشمهندس أحمد، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. الله العظيم، إن ربي لسميع الدعاء. وكانت بداية الآيات رب اجعل هذا البلد آمنا، أسأل الله العظيم أنه يجعل بلدنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، ويرفع عنا الهم ويحوش عنا الشر
احنا وسائر بلاد المسلمين ان شاء الله. صوت طيب جميل يا باشمهندس، ربنا يحفظك. وانا عارف ان حضرتك في كليه الذكاء الاصطناعي. ايوه، وان شاء الله باذن الله التخرج يكون هذا العام باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله نحضر معاك ان شاء الله ونحتفل بيك ونكرمك يا صاحب الصوت الجميل. شرف لي يا دكتور والله. باشمهندس ربنا يحفظك يا باشمهندس. الله يبارك في حضرتك. اسمحوا لي اعزائي المشاهدين، وانا بقدم لكم شخصيه من الشخصيات الجميله اللي بتجتهد دائما ان هي تغير في مفهوم التعليم وتوصل المعلومه بشكل راقي جميل طيب، عشان خاطر اولادنا يقدروا يستوعبوا ويحصلوا ويبقى الجهد عليهم يعني خفيف. فضيلة الشيخ مصطفى درويش المشرف الوسائل التعليميه والمدرب باكاديميه الفتح الرباني. فضيلة الشيخ مصطفى اهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا، ربنا يحفظك. الابداع الابداع الابداع، ومهما نقول ما شاء الله تبارك الله عليك، ربنا يحفظك. الحقيقه انا يعني لازم قبل ما ابدا مع حضرتك اقول ان حضرتك بتطوف مصر كلها تدرب كل الاكاديميات مجانا. ربنا يبارك. ودي كلمه لازم كن يعني الى حقك ان انا اقولها، انك بتطوف تعلم كل الاكاديميات والمعلمات ازاي يستخدموا الوسائل مجانا. ودي حاجه طيبه جدا جدا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير. انا عرفت ان حضرتك النهارده جيت تساعدنا بمجموعه من الوسائل، ولكن وانا بدردش معاك كده عرفت ان عندك مفاجاه. كسلان. شخصية كسلان اللي كسرت الدنيا. ربنا يبارك فيه. وجده فهمان اللي ان شاء الله مش لا يتوارع النهارده انه ايه؟ انه يفهمه. أكيد. فتحب اسمح لي نبدا الاول ونرغب الساده المشاهدين ونفرجهم الاول على حاجه من كسلان وفهمان عشان اعرف ابدا مع حضرتك، والناس كلها متشوقه انها تشوف كسلان وفهمان. ان شاء الله. تسمح لي نبدا بكسلان وفهمان الاول؟ ان شاء الله نبدا. طب اتفضل. ان شاء الله. اديني الميكروفون. حاضر. استاذنك يا باشمهندس بس عدي لي السلك ده كده معلش. باشمهندس يجي معانا. اجي معاك؟ اروح معاك؟ اتفضل. مصطفى حبيبي ازيك؟ الحمد لله على السلامة. وأنا سعيد جدا إن أنت النهاردة إن شاء الله هتبقى موجود معانا، وأنا عارف إن أنت ختمت القرآن تلاوة في رمضان مش كده؟ ربنا يحفظك. وكذلك مؤمن وكذلك مصطفى، وهسعد بيكم دلوقتي وهدير معاكم حوار، بس خلونا نفرح الأول مع شخصية كسلان وأرجع تاني أدردش معاكم. تمام؟ جاهز يا أستاذ مصطفى؟ أيوة إن شاء الله. يلا اسمحوا لي نقدم لكم شخصية كسلان واللي في منها وجده فهمان اللي في منها 30 حلقة موجودة تقريبا على اليوتيوب، وكان ليها الاثر الطيب في توصيل المعلومه للاولاد. جدو يا جدو، جدو يا جدو. ايه يا حبيبي؟ ايه يا ابني؟ عاوز ايه يا حبيبي؟ انت ما عرفتش يا جدو ان انا دلوقتي بقيت اعرف اقرا؟ اكيد يا كسلان يا ابني. ايوه يا جدو، ايوه انا بقيت اعرف اقرا كويس كويس خالص. ايوه. ايه يا ابني؟ طيب هو انت دلوقتي بقيت تعرف تقرا كويس؟ طب ما توريني كده يا حبيبي، الكتاب قدامك اهو، وابدا اقرا يا ابني. هو جت على القراءه يعني؟ حاضر، انا هقرا كويس يا جدو، بس طبعا لما توعى تنسى انك تجيب لي جايزه. حاضر يا ابني، بس وريني الاول. افتح الكتاب صفحتك. تمام، افتح صفحة الكتاب. أكل كسلان لحمة ورزا وملوخية وفاصوليا و... أنت بتقول إيه؟ بتقول إيه يا حبيبي؟ الكلام دون مكتوب قدامك؟ يا جدو، هو أنا ما بعرفش أقرأ ولا إيه؟ ما هو اللي قدامي أهو، ده حتى كمان وأكل تفاحا وخوخا وموزا وملوخية. يا ابني اسمع الكلام، الكلام ده مش موجود قدامك ابدا. انا عارف الكتاب ده كويس، ده كتاب فتح الرحمن ونور البيان اللي علم الدنيا كلها. جدو، هو الكتاب دون كان على اياميكو زمان؟ يا ابني حتى لو مش على ايامي، انت جايب الكلام ده من ايه؟ انت بتالف يا ابني. ياه، ده جده فقسني وعرف الموضوع.
طيب جده هو الكتاب اللي قدامي دون، لو انا قرأته كويس هعرف اقرأ في المصحف؟ طبعا يا ابني، ده الكتاب دون علم الدنيا كلها، مش مصر بس، ده جميع الدنيا بحالها. لو رحت الهند هتلاقيه، رحت اندونيسيا هتلاقيه، رحت في كل مكان يا ابني. ما شاء الله ما شاء الله، الكتاب دون اللي يعرف يقرأه يعرف يقرأ كل كلمات القرآن. ايوه يا حبيبي، لان الكتاب دون مشتمل على كلمات كتيرة جدا من القرآن الكريم. يلا يا ابني نتعلم في الكتاب دون، وإن شاء الله ربنا هينفع بيه الأمة كلها. إن شاء الله يا جدو، هكون أول واحد أتعلم الكتاب دون، ويلا ندي فكرة عليه دلوقتي إن شاء الله. حلوين، ربنا يبارك فيكم إن شاء الله. كسلان هيوعدني إنه هيقرأ بعد كده وهيتعلم من الكتاب دون، وإن شاء الله ربنا هيفتح عليه، وساعتها هتجيب لي جايزة يا جد. إن شاء الله يا حبيبي، إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب جميل ويعني مشوق، خلانا متشوقين نشوفه لما يبدأ يتعلم بعد أكل رز وملوخيات وباميات وتفاح وبوظ كل حاجة كده. نشوف كده لما يتعلم هيعمل إيه. فضيلة الشيخ مصطفى، الحقيقة يعني تجربة طيبة جدا وجميلة وحاجة مشوقة. كل الأولاد بتحب العرايس والأراجوز وبتبقى دايما بتتابعها حتى على القنوات، فكون إن حضرتك تقدم لهم المواد المادة الجميلة بتاعتهم ديت بالاسلوب اللي بيحبوه شيء راقي جدا. بدات الفكره ازاي يا فضيله الشيخ مصطفى؟ بدات الفكره دكتور ان اول ما جيت اتعينت، قدر من عند ربنا سبحانه وتعالى ان انا اتعين مدرس وادخل في رياض الاطفال في تعليم الاولاد في سن الحضانه. فبدات تواجهني مشكله خطيره جدا جدا جدا، وهي مشكله الملل عند الاطفال. الطفل بيجي يقعد في الحضانة أو في المدرسة في رياض الأطفال، بيبدأ بينتظر جرس الخروج عشان يقول هيه. ساعتها قلت لأ، في مشكلة هنا واقع فيها الطفل. إزاي كل أمنيته داخل الحضانة في التوقيت ده هو جرس الفسحة عشان يروح يلعب، أو جرس الخروج عشان يروح؟ هنا جت فكرة إزاي إن إحنا نتعلم، بس نتعلم بالمتعة. إزاي إن هو يتمنى يدخل دار القرآن ويتعلم في دار القرآن، بس النبادي هيتعلم بالمتعة. هناخد حرف الباء مثلا على سبيل المثال ده. حرف الباء دون بدل ما يقعد المعلمة تكتبه على السبورة، هنحطه على لعبة زي لعبة النشان دي، شال كده خلاص ويتحط، ونبدأ ننشن عليه بالكورة، بالمسدس، بالآيس كريم، بلعبة ممتعة. فالطفل طول المدة بحالها بيعمل إيه؟ عمال يفكر أنا اللي هنشن، أنا اللي هجيب، هو الزميل اللي هيودي، عمالين يرددوا حرف الباء حرف الباء حرف الباء. هيحصل متعة وإثارة كبيرة جدا لحرف الباء بلعبة بسيطة وتشويق وكسر الملل. فجت يا دكتور مسألة الفكرة دي كلها في مسألة أنا خضتها بنفسي، إني درست لرياض الأطفال فحصلت مشكلة الملل قدامي، فحبيت أكسرها وأبدأ أعلم بالمتعة. التعلم بالإمتاع أو التعلم الممتع ده كانت بداية التجربة. أيوة. وحضرتك حطيته هدف وابتديت تشتغل عليه. تمام. وابتديت بقى في سلسلة الإبداعات بقى، كل الحروف تعمل لها مسلسلات، تعمل لها قصص، تعمل لها ألعاب مشوقة يعني. فضل الله. وشايف انه حضرتك انه جابت نتيجة طيبة، يعني تغير الأولاد وأصبح الأولاد بيحبوا يبقوا موجودين نتيجة الاستمتاع، ولا لسه محتاجين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، الحضانة اللي بدأت تشتغل بالوسائل التعليمية وتطور نفسها، بدل ما تبقى على السبورة
وبرضه للاسف كلمه على السبوره، دايما السبوره لو لوحدها معلش هتبقى مقترنه بالعصايه. فلذلك احنا بنقول لا، احنا رفضنا مبدا تماما العقاب البدني للبدني تماما 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 في مرحله رياض الاطفال وفي كل المراحل. يعني التعليم بطبعه ممتع، بس احنا عاوزين نعرف ازاي نوصل الامتاع دون للطفل الصغير، خاصة الثلاث سنوات اللي هو بيتمنى يعني ربيع عمره اللعب. فبنحول له ونصيغ كل التعليم ودورة نور البيان في ثوب اللعب حتى يستصيغ قبولها الطفل في صورة ممتعة وصورة جميلة. مكلفة الوسائل دي يا شيخ؟ أبدا تماما تماما، بل إن الوسائل دي يا دكتور عاوز أقول لحضرتك إن ممكن المعلمة تعملها في بيتها، وممكن تعملها بأقل التكاليف خالص خالص. ممكن الأولاد يشاركوا في تصنيعها أو يشاركوا في عملها مع المعلمة. دي مهارة تانية إحنا بدأنا فيها دكتور تاني ما شاء الله، يعني يعني خلينا الأولاد اللي هم خلصوا الدورة ديت الدورة تماما في الابتدائي يبدأوا هم كمان يساعدونا في تعليم رياض الأطفال اللي هم كانوا فيه، ويبتكروا افكار جديده، عصف ذهني، ازاي نخلي الموضوع دوت مختلف من كل مره، يبقى فيه فكره جديده. الغريب واللي حصل ان احنا لو وجدنا افكار عند الاطفال ما كناش احنا نفسنا نظن ان احنا نعملها. صحيح صحيح. يعني انا بالمناسبه كنت بدي دوره في الهند، فقلت لبعض المعلمات في الهند بكره ان شاء الله، بكره وبعده وبعده ثلاث ايام، عاوز كل معلمه منكم تعمل لي وسيله. فانا كالمعتاد يعني انا متعود ان ايه بقول كلمه ايه وسيله، فباقي مثلا 10 15 واحد يعمل وخلاص، يعني ده المعتاد. فوجئت ان تاني يوم قدامي 1000 وسيله. الله الله على الاجتهاد ما شاء الله. 1000 وسيله. الاشكاليه في ايه في ده بقى في الامر ده؟ ان انا ما اعرفش اعمل ولا وسيلة في دول. هم عملوا وسائل مختلفة خالص. ده وسائل راقية جدا، حققوا الفكرة بأشكال مختلفة. سبحان الله. طب أنا هسأل سؤال، وانت حضرتك بتقول في الهند. نعم. وإحنا عندنا صورة ذهنية عن إنه الهند جماعة بيمشوا ورا البقر ومش عارف إيه وبتاع وقصة كده، وعندنا نظرة دونية دايما لإخواتنا في الهند. أنا فرصة حضرتك موجود وانت زرت، وأنا عارف إن هم شعب راقي جدا جدا، وشعب المسلمين شعب متحضر جدا جدا جدا. نعم. يعني وحضرتك زرت كده الناس هناك، استقبالها للعلم ازاي؟ واكد على التجربه اللي حضرتك قلتها انهم عندهم ابداع وعندهم دايما استمرار لتلقي العلم. يعني يا دكتور انا عاوز اقول لحضرتك احنا هناك طبعا الاقليه الاسلاميه اللي موجوده بالهند اكبر من مصر. نعم. ومن بعض الدول كمان. معنى كده ان هم واخدين وضعهم ده مش شويه. رقم اثنين، احنا بنستقبل هناك استقبال الملوك. الله الله، بيحبوا والله اهل العظيم. انا بقول بيحبوا اهل مصر، بيحبوا اهل مصر، اهل الازهر واهل الازهر واهل الدين واهل القران واهل القران. والله استقبال، فعلا استقبال الملوك ما شاء الله تبارك الله الملوك. ما شاء الله. يعني لا اقول اكثر من ناس عندها استقبال عالي وحب ما شاء الله، حب للتعليم العلم، حب لتعليم للتعليم حقيقي، بيخلينا كنا ننتظر شهر 5 كل سنه عشان نروح. يعني انا ببقى قلبي معلق للسنه الجايه عشان اوصل اروح هناك، من كتر حفاوه الاستقبال، حفاوه الاستقبال وحبهم للتعليم. وكان يعني حصل موقف برضه بسيط كده صغير هقول لحضرتك عليه، ان احد الناس كان دايما يجي متاخر شويه ودي مش عادتهم، فدايما كنا يعني نشد عليه حبه. هو كان راجل يعني رجل متواضع وكان طيب. فقلنا له انت يعني كل مره تيجي متاخر؟ فيقول معذره، قال ايه؟ البلد بعيده. طب انا عايز اسمع. اظن بقى بعيده يعني ساعه. انا عايز اسمع القصه براحتي. معانا الاستاذ محمد نواره. ايوه ان شاء الله. وده مخرج كسلان وجده فهمان، وما ينفعش اسيبه على التليفون لان ده صاحب الابداعات على اليوتيوب. استاذ محمد نواره، ازيك يا دكتور؟ مخرجنا الرائع، واحنا بنجيب في سيرتك الجميله. الله يبارك في حضرتك يا دكتور ويبارك في اللقاء الجميل ده. ربنا يحفظك ويبارك فيك. انت خليت شخصيه كسلان وجده فهمان عالميه. والله يا بفضل الله ومعاونه المشايخ الكبار طبعا، هي طلعت حلوه والاطفال حبوها ما شاء الله عليك. الله يبارك في حضرتك. الاول انا بعيد عليكم كلكم، بعيد على الشيخ مصطفى درويش، وهو ربنا يجازيه خير فعلا على فكره سهوله التعليم. جزاك الله خير.
سهولة وصول الفكرة. نعم. بطريقة فيها تسلية، يعني أتعلم وأتسلم. دي كانت حاجة جميلة وفكرة جميلة والله فعلا. ربنا يحفظك ويبارك فيك، ودايما مداخلاتك بتثري اللقاء وبتحسسنا كده بقد إيه إنه الـ 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 الناس مهتمة جدا فعلا بموضوع التعلم. دكتور أنا سعيد إن أنا بكلم حضرتك يا دكتور، لأن أنت كان عندي مشكلة في بيتي وأنت حلتها لي بالصدفة لما حضرت لحضرتك ندوة. ربنا يحفظك. كان عندي طفل عبد الرحمن ابن الصغير كانت مشكلته الوقت اتحضر. نعم. ودي أنا ما كنتش عارفها لما أنت حضرتك قلتها لنا. نعم، كثير الحركة. الطفل الحسي والطفل الحركي والكلام ده. نعم. فجزاك الله خير يا دكتور والله خير اللي أنت بتعمله. ربنا يكبر خاطرك زي ما بتكبر بخاطرنا، وبشكرك طبعا على يعني اتصالك وعلى معايدتك على مشايخنا الافاضل، وثنائك على فكره التعلم النشط والتعلم باللعب وبالعرايس مع الشيخ مصطفى. ربنا يحفظك، واحنا هنتابع حلقاتك. استنى انا هسمعك اهو، بس احنا هنتابع حلقاتك. انا بوعدك على اليوتيوب حلقات كسلان وجده فهمان، ونستمتع بها تاني باخراجك الرائع. ربنا يسعدك يا حبيبي، ربنا انت وانت وعائله نوره كلها يا حبيبي، اتفضل في امان الله. يبارك فيك، ربنا يحفظك. الله يخليك يا حبيبي. كنت طبعا المكالمه بتاعت نوره دايما بتبقى نوره كده لينا في البرنامج، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه. وهو من المبدعين ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه يعني. وحضرت انت بقى حد كان بيجي متاخر عليك في الحلقه بتاعتك في الهند، وبعدين بتكلمه فبيعتذر. بيعتذر. قدر الله سبحانه وتعالى ان احنا نروح المكان بتاعه هو. ده كان فوق الجبل 6 ساعات طلوع. يا الله. يعني العربية في آخر سرعتها وبتطلع الجبل 6 ساعات. يا الله. على بال ما رحنا وطلعنا رحنا عشان ننام. ما قدرناش. عرفت بقى. فقلت ازاي ده بيروح ويجي كل يوم 6 ساعات رايح و6 ساعات جاي، والشوية اللي بتأخرهم دول احنا بنلومه وبنعاتبه يا على الجهد. فعرفت ان ده أكتر واحد مخلص. على الهمة العالية، همة بطريقة. وحضرتك بتقول كبير في السن وكبير، ويعني يعني سبحان الله هم ملتزمين التزام شديد بالموعد. نعم. يعني سبحان الله فعلا وجدت هناك جهد كبير جدا جدا في تلقي العلم يعني. وفي اندونيسيا نفس النظام لما رحت. لا ده هنسمع عن اندونيسيا دلوقتي، حطوا لنا قصص اندونيسيا، بس خليني كده الطف على الساده المشاهدين كده ونشوف كده موهبنا الجميله. فضل. نسمع منهم. فضل. وبعدين ارجع تاني اتابع. لازم تقول لي وانت رحاله، تقول لي التعليم النشط ده جات الافكار منين وازاي اتطورت ورحلاتك المكوكيه الجميله يعني. نبدا بمصطفى صلاح. مصطفى انت في سنه كام السنه دي حبيبي؟ قرب الميكروفون منك. طالع اولى ثانوي. ما شاء الله. كنت في الاعداديه السنه دي؟ ان شاء الله. عملت الابحاث والحمد لله تمام. العيد السنه دي مختلف شويه. يعني مختلف شويه. صلينا العيد في البيت. زعلان؟ يعني عشان كنا بنصليها في جماعه اكتر، وكنا بنروح وكنا بنيجي، وكانت صله الرحم وبنزور الاقارب. اتحرمنا السنه دي. اتحرمنا من كل حاجه. معلش ان شاء الله ربنا هيرفع عننا الهم والغم ونرجع تاني نتحرك، ونرجع تاني نشعر بقيمه اللي احنا كنا فيه وما كناش حاسين. طيب انا عرفت ان انت بقى ما شاء الله النهارده مجهزين حاجه كده تسمعها لنا. هتسمعنا ايه؟ سوره النبأ. طب اتفضل، خلي الميكروفون بعيد سنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الله تبارك الله، صوتك طيب وجميل، وانت توعدني بقى لان صوتك حلو قوي ما شاء الله، توعدني انك تراجع الاحكام شوية، ولان انت ما شاء الله الخامة بتاعتك طيبة جدا. مين اللي بيحفظك يا مصطفى؟ قرب الميكروفون. أبي وأمي، وكنت بروح في المسجد الشيخ بتاعي. اسمه ايه فضيلة الشيخ؟ اسمه الشيخ رجب. طيب بص بقى، احنا دايما كده بنحب ايه
يعني ندي الحق لاصحابه رساله شكر في الكاميرا دي، رساله شكر لوالدتك تقول لها ايه؟ اشكر والدتي وان شاء الله اعطيها تاج الكرامه في الجنه ان شاء الله، لان تعلو بيا وتحفظني كثيرا من القران. وشكري لوالدي انه يتعب معايا وانه بيحفظني من القران، وشكري لشيخي الشيخ رجب والاستاذي وشيخي الاستاذ طارق درويش، ربنا يحفظك. وشكري لقناه الصحه والجمال، ربنا يحفظك. شكرا لكم حبيبي مصطفى، ربنا يحفظك ويبارك فيك على اسلوبك الراقي، وان شاء الله يكون لنا باذن الله لقاء معاك تاني بقى وانت خاتم القران حفظ مش تلاوه، يعني تيجي بقى انت دلوقتي معاك كام جزء كده ان شاء الله نجيبك هنا وانت بالصوت الطيب الجميل ده وانت معاك القران كله ان شاء الله. طب ادي الميكروفون لمؤمن. ازيك يا مؤمن؟ شكلك كده طيب ولا شقي؟ ها؟ عامل ايه؟ انت في سنه كام السنه دي؟ سنه 6. خدت عاديه ولا لا؟ خدت الحمد لله، بتعترف بس طبعا ما عرفناش نصرفها، ما بنخرجش بقى. ها ولا صرفتها؟ صرفت برضه. ماشي، قول لي يا مؤمن هتسمعنا ايه عندك، ايه النهارده تسمعه لنا؟ سوره غافر. سوره غافر قران. طب اتفضل يا مؤمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وبتقلد كده مشايخنا الكبار وبتجتهد كده صوتك بتكبره اهو، بس سريع شويه انت كده، يعني ما انت مستعجل وراك حاجه ولا ايه؟ صوتك طيب جدا جدا يا مؤمن. مين اللي بيحفظك يا مؤمن؟ الشيخ. شيخك مين؟ الشيخ احمد يوسف. طب ما تبعت رساله شكر للشيخ احمد يوسف على الاداء الطيب ده، تقول له ايه؟ شكرا يا شيخ احمد يوسف. قول له كل عام وانت بالف خير يا شيخي. لا وانت بالف خير. مفيش بابا وماما في الموضوع يعني، خلاص هو شيخك بس ولا عشان انت عارف تروح يعني؟ يعني يشكر بقى ابيك وامك بقى، اشكرهم كده ولا ايه؟ كل سنه هم طيبين. سنه طيبه وانت وبابا. ده انت يا بابا يا شيخ مصطفى كسلان، ده كسلان بيتكلم اسرع منه. لا لا ده جميل ما شاء الله، ختم القران هيبقى معلم قد الدنيا وعنده بدايات ما شاء الله طيبه يعني ما شاء الله. مؤدب جدا. خلي بقى انا هرجع لك كمان شويه، بخجل لك للاخر انت عشان انت باين عليك كده هتقول حاجات حلوه يعني ان شاء الله. ربنا يحفظك يا مصطفى. فضيلة الشيخ مصطفى ارجع لحضرتك تاني وبعدين نسمع بقى المبدع بتاعنا البشمهندس. عايز ارجع تاني مع حضرتك وانت بتقول انه واثناء وانت بتطوف العالم عشان توصل فكره التعلم بالانشطه مش في مصر بس، كان ليك برضو زياره في اندونيسيا وتجربه في اندونيسيا. والله ما شاء الله يعني استقبلنا هناك برضو في اندونيسيا، يعني استقبال يكاد يكون هي الهند. اندونيسيا والهند. أنا نعم. أنا وقفتك عشان في اتصال. اتفضل فندم. أه ناخد اتصال، اتفضل أستاذ سيد. أيوة يا فندم. أهلاً وسهلاً بحضرتك. إزيك يا دكتور؟ أخبار حياتك إيه؟ ربنا يكبر خاطرك ويحفظك. كل ساعتك طيب يا فندم. ربنا يسعدك يا رب وعيدك مبارك. والله أنا عندي الأولاد معجبين بحضرتك جداً جداً، والمدام بتاعتي وأنا برنامج بتاعتك جداً، البرامج بتاعتك جميلة جداً يا دكتور والله العظيم. يا رب يكبر خاطرك وخاطرهم وربنا يحفظهم لك يا رب. ربنا يخليك. انا عندي ابني الحمد لله يعني حافظ لغايه الجزء الخامس، بس عنده 9 سنين. 9 سنوات ومعاه 5 اجزاء. الحمد لله يشد حلو شويه. طب هاتوا كده على التليفون كده نسمع صوته. حضرتك يا دكتور اهو. اسمه ايه حضرتك؟ اسمك السلام ايه؟ عليكم. السلام عليكم. اسمي محمد السيد. يا دكتور محمد سمعنا صوتك الطيب كده، اقرا لنا اي صوره كده. ايوه يا دكتور ثواني يا دكتور حاضر، بس ان هو يعني اول مره يطلع في البرنامج ومحروج من حياتك يعني معلش. طيب انا بس طمعان في كرمك، وطي التلفزيون خالص واتكلم من التليفون بس عشان نتواصل صح. تمام كده؟ اه عنده فرصه يسمعنا حاجه يا محمد؟ اه
ان شاء الله باذن الله سماحتك اللي انت عايزه يا دكتور. طب يلا خلينا نسمع صوته كده يلا. عادك يا دكتور اهو. السلام عليكم. مرحبا يا حماده. عليكم السلام يا دكتور اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر فالناقور فذلك يومئذ يوم عسير. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا محمد. طب استنى بس استنى. ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما يا دكتور محمد وبنين شهودا يا دكتور محمد وجعلت له تمهيدا ثم اسمع ناجيت كلا انه كان لآياتنا عنيدا. صدق الله العظيم. وانه فكر وقدر فقلت يا كيف قدر. انا كنت عايز اسمع صوتك بس مش عايزك تقفل المصحف. يا شيخ محمد. ثم عبس وبصر ثم ادبر ثم ادبر واستقبل. ربنا يحفظك يا رب. ما شاء الله. الا سحر يؤثر. ربنا يحفظك. إن هذا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. أنا بشكرك يا محمد ربنا يحفظك وبشكر والدك اللي بيربيك على القرآن. صوتك طيب جميل ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك وفي والدك وفي أسرتك كلها وإن شاء الله يعني تكون ليه ضيف معانا قريبا باذن الله على الصحه والجمال. نشرف ونسعد بيك. بلغ تحياتي لاهلك يا محمد ربنا يحفظك. اندونيسيا والطبيعه الخلابه وجمال اندونيسيا. سبحان الله وكانها جزء من الجنه في الارض. الله الله حقيقي يعني هي اندونيسيا الخضراء. الخضراء الخضراء نعم. ما شاء الله انا زرت هناك جاكرتا وجوجيا و اماكن كتير جدا جدا يعني ما شاء الله لفيت ركبت 6 طيارات جوه ده يعني ما شاء الله لف كله في يعني كبيره كبيره جدا تقريبا ما شاء الله. الولايات كلها في اندونيسيا بفضل ما شاء الله في محاضره الوسائل التعليميه دي فضل من عند ربنا والله وجدت خير خير عظيم. بالمناسبه بس بقول لحضرتك يعني اقبال الناس هناك في اندونيسيا بس حصل موقف معين. كانوا عاملين ستاره ما بين الستات والرجاله وانا بشرح ساعتها فكنت بعرض الوسائل فجبت بالونه كبيره فقلت طلبت بالونه عشان اكتب عليها حرف الباء عشان بوريهم ازاي يتعاملوا مع الطفل الصغير. فجابوا لي بالونه كبيره قوي تقريبا البالون البالون الكبير ده. انا طلبت بالونه فجابوا لي بالونه كبيره ما شاء الله. فقلت ايه ما استخسروش فيك يعني لا. فالمهم كتبت عليها من جميع الجهات حرف الباء وقعدت نطقها شويه كده وبعدين قلت ما ايه من ورا الستاره بقى اوديها للستات وقلت للمترجم كل واحده تنطقها مره ففهموا ان لازما كل واحده تنطقها مره. يا نهار ابيض على الالتزام. فالمهم بقول لهم خلاص بقى فات 5 دقائق 10 دقائق دخلنا في ربع ساعه خلاص بقى فقلت للمترجم قول لهم خلاص. فالمهم ان على بال ما فهمني وقلت وقال الكلمه خلاص مش لغه عربيه قلت له قول لهم انتهوا. الشاهد من الموضوع ان كان ورا الستاره دي 1000 الله من المعلمات. يعني معنى كده ما كناش هنخلص النهارده خالص. لا والتزامهم ان هم ياخدوا الامور على الواضح منها وبالشكل الجدي ويعني خلاص المعلم قال بينفذه وده 1000 ده اللي احنا اخترناه يحضر المحاضره من المتقدمين متقدم 10000. يا نهار ابيض على على الاقبال يعني على العلم. فالمكان عشان هيسعي 1000 فقلنا نختار اللي هم مناسبين عندهم جزء من اللغه العربيه عندهم استعداد معلمات وعاوزين يطوروا يعني المتناسب من اللغه عامل مشكله ان احنا ولا اللغه العربيه هناك يفهموها بسهوله. سبحان الله هذه الدوره والله العظيم دوره مباركه. دوره مباركه. ازاي رحنا الهند وبيتكلموش عربي وفي مكان في كيرلا المكان كيرلا بصفه عامه بتتكلم مليالوم. مليالوم دي اهل الهند نفسهم ما يعرفوش لغه صعبه جدا صعبه. ومع ذلك يا دكتور ما كناش احياء معظم الاحيان ما كانش معانا مترجم. نعم والله كنا بندخل بدون مترجمين وربنا بيفتح عليكم
بيقوموا ما فيش واحدة أو واحد فيهم مش فاهم، كله بفضل الله فاهم، وكله بيثني على الدورة خيرا بفضل الله. هرجع بقى بحضرتك بقى لمصر ومحافظات مصر دلوقتي، بس اسمح لي يعني نستمع بقى للصوت الجميل الكروان بتاعنا النهارده الباشمهندس احمد، وهو بيقول لنا كده في قصيده جميله كده رائعه. اسمح لي هل هاتوا من جل المنادي؟ التال جل المنادي، جل المنادي. قصيده جل المنادي لفضيله الشيخ نصر الدين طبار اللي كلنا بنحبها، بس خلي الميكروفون بعيد عشان صوت القوي بعيد شويه. ايوه كده اتفضل. جل المنادي، جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي، أنا ماحي الذنوب والأوزار. جل تدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك يا الله حركت القلوب، حركت القلوب وفكرتنا ب يعني مشايخنا الافاضل ربنا يبارك في حضرتك، بقصائد نصر الدين طبار اللي كنا رمضان دايما يعدي علينا بيها وتحرك جوانا كده الذكريات الطيبه الجميله. شيخنا الكبير ربنا يحفظك ويبارك فيك. باشمهندس انت من المنوفيه، من عرب الرمي، من عرب الرمي. اه ان شاء الله. يعني انت برضو من القرية المضيئة يعني. الله يبارك في حضرتك، ربنا يحفظك ويحفظ أهل عرب الرمي. الله يبارك في حضرتك. أنت في الـ في الـ في النهائي الهندسة السنة الله. دي إن شاء الله، إن شاء الله كلية الذكاء الاصطناعي، كلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي إن شاء الله، إن شاء الله وتخرج لنا مهندس قد الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. ابتديت إزاي يا باشمهندس؟ كيف كانت البداية معك في من اكتشف هذه القدرات عندك؟ هو صراحة وأنا بدأ وأنا من سن صغير جدا، كان دايما في مسجد، المسجد الشرقي، كنت دايما احب اسمع الشيخ بتاعه جدا، الشيخ احمد الرفاعي ربنا يبارك في حضرته ويديله طول العمر يا رب. كنت دايما وانا من صغري بقى حبيت القران، حبيت اقلده، حبيت ابدات دي البدايه بقى بتاعتي، بدات اقلد الشيخ احمد الرفاعي، ايقنته جدا واتقنته الايه القراءه بالظبط زيه ما شاء الله. بعد كده كذلك بقى التحقت بالكتاب عندنا، مشايخ كتير لهم فضل كبير عليا جدا. نعم. سواء في رياضه الاطفال، الحضانه، الى مرور بقى بالايه بالشيوخ بقى والكبار، وتعلمت على ايدهم ربنا يبارك فيهم ويجزيهم خيرا يا رب. والدتك ووالدك طبعا لهم فضل كبير جدا عليا. انا بقى بعشق ان احنا نرد الفضل لاصحابه. طبعا. فلازم رساله شكر بسرعه للوالده. والدي ربنا يرحمه رحمه واسعه، الله يغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى يا رب، يعني ربنا يلبسه يوم القيامه تاج الكرامه. نعم. يعني نسال الله يا رب ان ويجعل ويجعله يا رب في ميزان حسناتي ان شاء الله. انت في ميزان حسناته ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ووالدتي طبعا ربنا يبارك فيها ويديها طول العمر، تعبانه صراحه معانا يعني بعد وفاه والدي، ومرورا بقى لحد ما الحمد لله كان اخواتي وصلنا التعليم العالي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وده اهداء للست الوالده. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اول من يحرك حلق الجنه صلى الله عليه وسلم الا انه تنازعني امراه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: امرأة صبرت على أبنائها حتى بانوا. طبعا الأم اللي بتصبر على أولادها وتوصلهم للمراحل الجميلة دي، أم إيديها بإيد النبي في الجنة. أسأل الله العظيم أنه يجعلنا وأمهاتنا في الجنة إن شاء الله. اللهم أمين يا رب. هكمل معاك يا باشمهندس، ولكن معايا اتصال.
معانا اتصال. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يحفظك. ازيك يا دكتور طارق؟ اتشرف باسمك يا فندم. شيماء ابو بكر. اهلا وسهلا شيماء، قريه ابو شيخه منوفيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يحفظك المدربه الرائعه والمعلمه الكبيره، ربنا يبارك في عمرك. ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك يا دكتور. كل عام وانت بخير طيب. وعيدك مبارك يا ابله شيماء. حضرتك بخير وعيد سعيد عليك وعلى اسره البرنامج والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. وانت كذلك، ربنا يحفظك. انا بشكر الشيخ مصطفى على الوسائل التعليميه الجميله اللي هو بيقدمها. جزاك الله خير. احنا استفدنا منها كتير جدا في الحضانه. وبيستفيد منها الطفل كتير قوي 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 في الـ في في, الـ في تمكين المعلومه. جزاك الله خير. وبيحب الوقت اللي بيلعب فيه. نعم. وبيستفيد منه اكتر من ان انا اقعده واقول له المعلومه كده بالتلقين. فبصراحه الوسائل التعليميه من افضل الطرق لتعليم الطفل في السن ده بالذات يعني. ما شاء الله. فانا بشكر الشيخ مصطفى وبشكر كل القائمين على منهج نور البيات والشيخ اسماعيل، وبشكر حضرتك واسره البرنامج يا دكتور. وطالما قلنا بقى نور البيان يبقى لازم اقول فضيله الشيخ طارق وفضيله الشيخ عصام يوسف. طبعا اصحاب فضل في نور البيان، ربنا يحفظك ويحفظهم. الشيخ سعيد والشيخ عصام ربنا يجزيك كل خير. ربنا يحفظك ويصلح حالنا وحالك. والشيخ اسماعيل ما نقدرش طبعا ننقص من طبعا شأنه. الشيخ اسماعيل له مجهود كبير، ربنا يجزيه خير على مجهوده الرائع معانا. انا بشكر ليك هذه المداخله الطيبه وببلغك تحياتنا لكل اهل قريه ابو شيخه في المنوفيه، اللي دايما انا زرت القريه وشفت قد ايه اقبالكم على العلم، وشفت الاكاديميه عندك ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك، ومربيه فاضله ربنا يا رب يجعله ميزان حسناتك. وبقول لك بشكرك على المداخله اثرت اللقاء، ربنا يحفظك ويحفظ اهلك ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. شكرا لحضرتك. متابعينك فضيله الشيخ مصطفى. جزاك الله خير. والناس اللي هي لمست قد ايه التعليم الممتع، ان الاولاد اصبحت مش عايزه تروح، عايزه تتنها في الحضانه من كتر ما المعلومه بتتقدم لها بلعبه وبشكل جميل يعني. جزاك الله ربنا خير. يحفظك ويبارك فيك. في انا هرجع لك تاني يا باشمهندس تحت امر بعد شويه، عشان عارف انك بتجيب المعقلي حلو قوي ان شاء الله، وبتجيب الشيخ الحذيفي ان شاء الله، ولسه معانا مع يعني، وعارف ان عندك قصيده عن مصر، وانا هي دي انا حابب قوي اسمع منك كمان شويه كده قصيده عن مصر اللي كلنا بنعشق ترابها ان شاء الله. ان شاء الله. بس هدردش مع فضيله الشيخ مصطفى وبعدين اروح لمصطفى الصغير يسمعنا صوته الطيب. التعليم حضرتك بتنتقل في محافظات مصر كلها فضل. تحمل هذه الحقيبه اللي فيها كل الخير وتروح بتقدم هذه الانشطه وتعلم الدنيا كلها. كان في شويه معوقات كانت بتقابلك في الاول واستطعتوا ان انتوا تتغلبوا عليها؟ والله بفضل الله يعني انا عاوز اقول لحضرتك ذلل كل العقبات. الدوره دي بركتها حقيقي والله، انا ما يعني مش عاوز اقول لحضرتك، احنا بس بنقول ان في دوره في الحته الفلانيه. على سبيل المثال مثلا كنا في بني سويف. نعم. حضر في الدوره دي 3000. ما شاء الله. كان قدامي 3000 مستمع ومستمعه بيشهدوا الخير دون محاضره الوسائل. ما شاء الله. اروح في كل مكان بفضل الله العقبات تبقى موجوده تذلل. اللوحه اللي حضرتك حاططها قدامنا دي بتتكلم عن ايه بقى؟ اللوحه دي شوف مصطفى اتفضل. دي عباره عن سبوره وبريه. نعم. بنكون بيها الكلمات. خليها امام الكاميرا، عدلها. نعم. عدلها الكاميرا. ايوه عدلها الكاميرا. ماشي حاضر، بس انا افضي حته بس. نعم حضرتك اتفضل. وليكن دي مثلا سبيل المثال. نعم. اقول مثلا حرف الكاف مثلا ك. س كاس ب كسب والفتحات اهي. تمام. بدل ما نكتب نخليها بالاكشن بالحركه. بالحركه وحاطط التشكيل بتاعها والحاجه كله موجود على كله موجود. تخلي الطفل يطلع بالالوان ويطلع هو يلزق الحرف بتاع بدل الكتابه، فيها حركه فيها اكشن فيها متعه. تمام. نعم. فكل طفل يجي هناخد النهارده مثلا الكلمتين دولت مثلا عشان هنقولهم في كراسه الوقت، دول هتاخدوا مثلا واجب النهارده. كلمه كسب فتح النهارده مثلا في حركه الفتح. فبنقول ك س كس ب كسب. يطلع كل طفل يعملها على السبوره. دي بتبقى متعه شديده جدا 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 للطفل، وبيبدا الطفل نفسه ياخد الكلمه دي هيكتبها في كراسه الواجب، يبقى اللي لعب بيها النهارده هو اللي هيكتبها النهارده. بتبقى ما شاء الله يعني سهله جدا، لعبها حفظها اثرت فيه. اه بقت الحواس كلها اشتغلت، العين شافت، الايد مسكت،
الودن سمعت، اجتمع مع اصحابه، الالوان شغلته، فوصلت المعلومه بكل الوسائل وشغلت كل الحواس عند الطفل. ولما الجرس يضرب مش عاوز يطلع. نعم. ليه؟ عاوز يلعب بالكره بتاعته، عاوز يشغل العربيه الجميله دي، تمام، عشان الحرف بيجري. لو حطيتها على الارض هي لا، الكاميرا تجيبها، الكاميرا تجيبها في حضرتك. ماشي، حرف الحاء اهون عمال يجري. تمام، وايه ويرجع مره ثانيه، هيطلع بره الاستوديو، مش هيطلع حاجه. ماشي، ممكن نبقى نجيبه بقى نجيبه من اخر المدينه واحنا خارجين ان شاء الله. فهنا الطفل لعب، يعني ما شاء الله كانت لعبه النشان دي من الالعاب الجميله جدا. ممكن حتى ممكن نبارك الجمهور. استاذنك يا مصطفى، عدي كده هات ال خليها ترجع لنا عادي قدام. فيها لا فيها وقت. نعم، لعبه النشان دي من الالعاب الجميله جدا. تعالى لعبه النشان. النشان دي نقول مثلا هنحذف هنحذف. يلا قول قول يلا يلا يا مصطفى اتفضل. اوعى تقع. اتفضل مصطفى. برافو. ماشي، بعد ما بنمكن مثلا حرف الباء ده على السبوره، بنرسم جدول الحروف كبير على هيئه ورده، كوبايه، شجره، ونكتب جواها الحروف عشان نعمل لفت انتظار، لفت نظر، نظر انتباه للاولاد، وانتباه للاولاد. ونبدا نجيب حرف الباء ده نركز عليه لوحده قيمه ربع ساعه من الحصه اللي هي مدتها عندنا واحد ساعه. نجيب بعد كده كل ده، ودول مش موجودين، لان دول لو موجودين الطلبه كلها الاطفال الصغيرين كلهم هيبقوا نظرهم مش على السبور. انا عايز اشوف التجربه دي كامله، بس اسمح لي ابلة هبه عايزه اتكلمك. اتفضل يا فندم. اتفضلي يا استاذه هبه. اتفضلي. السلام عليكم. مرحبا، اهلا وسهلا. عليك السلام ورحمه الله. انا احب اشكركم على البرنامج الجميل ده والله، وضيوفكم العزاز. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. الله خير. ربنا يبارك يا رب في القران واهله يا رب. واحب اشكر من خلال البرنامج ده الباشمهندس احمد. الله يبارك له ويديله الصحه يا رب، وبشكره على تعبه معانا. الله يبارك فيك. انا واولادي. انا واحده من الناس ما كنتش بعرف اقرا القران خالص بصراحه يعني، وهو تعب وانا كتير جدا جدا جدا، وبشكره تحت امرك، وبقول له يا رب ربنا يجعلك في اعلى المراتب يا رب. يا رب الله يبارك في حضرتك. انت خليتيني اكتشف انت كمان محفظ قران ما شاء الله. طيب انت خليتيني اكتشف في حاجه جديده كمان ما شاء الله. يا الله يا ربنا يحفظك. بصراحه هو بيتعب وانا جدا 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 يعني، انا مش قادره اوصف لك يعني واحده من الناس ما كنتش بعرف اقرا اساسا. ربنا يبارك فيك وفي اولادك ويحفظك ويحفظ اهل القران ان شاء الله. اللهم امين. وبحب اشكركم وبشكر الاطفال دول ما شاء الله، ربنا يجعلهم كده من اهل القران يا رب. ربنا يحفظك، عيدك مبارك، وبشكر لك هذه المداخله الطيبه، وانا بدعي لك اسال الله العظيم انه يدبر لك الامر ويصلح لك الحال في اولادك، وتشوفيهم من خاتم القرآن إن شاء الله، ويلبسوكي تاج الكرامة يوم القيامة. الله يبارك فيك. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا يحفظك يا رب. شكرا حضرتك. اسمحوا لي، أنا محتاج التجربة دي نعملها، ولكن هنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك اللعبة الجميلة دي كاملة إن شاء الله. إن شاء الله حضرتك. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لنا فاصل قصير ونرجع ليكم تاني، نستكمل المتعة ونستكمل هذه الحلقة الطيبة. فاصل وأرجع لكم تاني. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، ومكملين معاكم في فقره اليوم المفتوح وفرحه العيد، وضيوف الاعزاء والمواهب الجميله، وفضيله الشيخ مصطفى درويش استاذ الوسائل والمدرب باكاديميه الفتح الرباني، والباشمهندس احمد صاحب الصوت الطيب الجميل اللي بيمتعنا النهارده، وبقى من اروع الاولاد خاتم القران مصطفى صلاح، ومؤمن عز العرب، ومصطفى بلال. اهلا وسهلا بكم. كنا بنتكلم على استخدام الوسائل والانشطه، وازاي الالعاب بتقدر توصل معلومه بشكل كويس. كمان معانا دلوقتي مزيد من التوضيح على اهميه توصيل المعلومه بالانشطه والتعليم النشط. ده حاجه من الحاجات الجميله جدا اللي بتخلي الاولاد تتمسك وتبقى مش عايزه تسيب مكان التعليم وعايزه تستمر فيه. فضيله الشيخ مصطفى، انا شايف استخدام جديد للوحه الوبريه. ايوه نعم، اتفضل. حضرتك اشرح لي كده، انت حضرتك ايه الوسيله دي بنعمل بيها ايه؟ الوسيله دي حضرتك دي وسيله جديده خالص، حتى لسه ما عرضناش، انتوا اول ناس تاخدها، اول مره تطلع هوا. ايوه دي بنعرض فيها دلوقتي، هندخل فيها بقوه ان شاء الله. هناخد فيها النحو
واللغه العربيه كلها في 30 يوم. 30 يوم كله بقى عنده النحو. ان شاء الله النحو كله هيبقى ايسر 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 ما يكون. تمام. اللي يعني حضرتك لو بصيت معايا حضرتك دلوقتي الكلمه مثلا بتتكون من اسم وفعل وحرف، بتبقى الايه قدام الطفل جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، بيبقى قدام الايه المفرد المثنى الجمع. الطفل وهو شغال المعلم بيشرح بيديله خريطه النحو الاول كلها. تمام. ببساطه ويسر جدا 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 وبسلاسه. بدايه من سن ايه فضيله الشيخ مصطفى؟ يعني ان شاء الله من المرحله الابتدائيه من سن ثانيه وثالثه ابتدائي ممكن ياخد دوره النحو المتكامله. سبع سنين؟ سبع سنين. سبع سنوات يبدا يستوعب انه يبحر مع حضرتك فيها يعني. تمام. فعلا ما شاء الله لما جربناها جابت ما شاء الله يعني امر طيب طيب جدا. الفعل المضارع كل اللي ممكن يقابله الطفل او يطلبه في النحو موجود على اللوحه دي دلوقتي. موجود دلوقتي على اللوحه دي بيسر وسهوله. نعم. تماما الاسم مفرد مثنى جمع التكسير الفعل الماضي الامر المضارع كل عيله مع بعضها بنجيب الطفل هنا بقى الجديد في الموضوع ان الطفل بيجي نشله دول كده ونقول له تعالى انت ركبه يوم جاي ايه مركب حاطت. لا الفعل فعلا كذا وكذا 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 فعل مضارع ماضي امر قدامه كده ويشيلهم ويركبهم ويحطهم الاسم مفرد ومثنى وجمع يشيل ويحط بياخدها في صوره لعبه فك وتركيب بازل حاجه بيلزقها طبعا دي مش بس لوحدها ده في هناك بازلات وفي اشياء كتيره بفضل الله معانا 2000 وسيله تعليميه النهارده بس جايب 10 15 تمام بفضل الله لكل مقام مقال كل سن وكل مرحله وكل شريحه بتعتمد على وسائل مختلفه بالظبط يعني تمام. بفضل الله انا لو بدات شرح دلوقتي تقريبا يوميا اخلص السنه الجايه بفضل الله يعني ما شاء من الوسائل يعني ما شاء الله هذا فضل الله سبحانه وتعالى نعم وفتح من ربنا علينا جايبه نتيجه طيبه جدا مع الاولاد ما شاء الله وبتسهل وتحبب العمليه التعليميه دي لسه بادئه لسه هنبدا نعملها دي لسه يعتبر لا دي بشكل اول عام الوسائل بشكل عام لا الوسائل ما شاء الله بفضل عام يعني ما شاء الله اول حاجه خالص بتحبب الطفل في المكان وبتحببه مع الابله وبتحبب المكان نفسه للطفل فبتخليه مش عاوز يقوم اللي هي المشكله القديمه اللي كلمتها على حضرتك في بدايه الجلسه ان هو الطفل عاوز التعليم الرتيب ده الكئيب اللي هو النمطي الاولاد بتمل منه يعني اللي عاوز يقول كلمه هي المروح طيب هي جرس ضرب انا عندي لحضرتك حاجه اي حد عايز ياخد دوره النحو دي من كل الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا النهارده ان شاء الله يتواصل مع حضرتك وان شاء الله ربنا طبعا يرفع عننا الحجر دوت والوقت يسمح لنا ويتواصل مع حضرتك ان شاء الله ونبدا ناخد التعليم ان شاء الله بس انا بس بقول لحضرتك جزئيه ان يعني زي ما بيقولوا ندي العيش لخبازه نعم انا متخصص الوسائل التعليميه نعم في العلوم يعني بنعمل وسائل دلوقتي حاليا للعلوم وللتاريخ وللخريطه الطفل بيشيل ويحط فيها تمام ما شاء الله كل المواد كل ماده واللغه العربيه والانجليزي والحساب وكل حاجه ما شاء الله فاللي يشرح النحو ان شاء الله اهله نعم ان شاء الله نعم. وانا بفضل انا برشح النحو برضه انت يعني هتحط لنا الساده الافاضل المختصين ان شاء الله يكونوا بيساعدوا مع حضرتك فيها ولكن دي حاجه جديده خالص نعم. الفتره اللي جايه ان شاء الله اولادنا يكونوا ممتازين في النحو ان شاء الله انا بقول لحضرتك اهو دي هتبقى دوره في النحو 30 حلقه الحلقه عباره عن تلت لنص ساعه ما شاء الله اللي هيحضرها هيطلع بعون الله اي كلمه يعرفها الله أكبر. اي كلمه ان شاء الله يستطيع ضبطها ضبط جيد ما شاء الله ان شاء الله هيبقى لامم ولكن زي ما قلت لحضرتك اللمه الاولى للنحو وفي بعدها دوره اكبر شويه هتبقى اكبر شويه ولكن دي زي ما يكون مسك النحو بايديه طيب اسمح لي هكلم هناخد اتصال والد مؤمن على التليفون وعايز يكلم مؤمن يعني اتفضل اهلا وسهلا بحضرتك الاستاذ عز العرب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يجزيك خير ويبارك فيك يا استاذنا يا رب يبارك فيك ويحفظك انت واهلك جهد مشكور وربنا يبارك فيك والله ربنا يبارك فيكم ده احنا بنشكرك على الهديه الجميله على مؤمن وادائه الطيب ربنا يجزيك خير ربنا يبارك في الشيخ عصام والشيخ اسماعيل والدكتور مصطفى وحبايبنا الافاضل ربنا يبارك فيهم ربنا يحفظك وانا سالته خدت العيديه قال لي خدها طبعا
بارك فيك يا استاذ، ربنا يدخل السرور على قلبك زي ما بتدخل السرور على قلب اولادك ويحفظك. الله يبارك فيك يا استاذنا، ربنا يبارك فيك ويبارك في الشيخ عصام والشيخ اسماعيل والدكتور مصطفى. قول لي يا استاذ عز العرب، مؤمن متعب في البيت ولا عادي؟ لا لا، مؤمن جميل، ربنا يبارك فيه ويصلح حاله، والعكس ان هو بيحفظ القران فدي حاجه جميله. متعاون مع اخواته؟ ربنا يبارك فيه، والله الحمد لله، ربنا يبارك فيه. ربنا يحفظك ويحفظ اهلك جميعا، وبشكر ليك المداخله الطيبه دي. انا هستاذنك وانت معايا على الهوا، مؤمن هيقول لك، اديله الميكروفون يا باشمهندس لو سمحت. اتفضل. مؤمن هيكلمك اهو. مرحبا. بسم الله. وهيقول لك على طول وانت على الهوا دلوقتي، كلم والدك قول له يلا. حبيبي ربنا يبارك فيكم. قول له انا بشكرك يا والدي على الجهد اللي انت بذلته معايا. ايه يا مؤمن؟ شكرا يا ماما على الجهد اللي انت بذلته معايا. حبيبي يا مؤمن، ربنا يبارك فيك وان شاء الله تكمل حفظ القران. على الهوا بدبسك، قول له اوعدك ان شاء الله اختم القران قريبا. اوعدك اختم القران قريبا. ان شاء الله يختم القران هو ومصطفى، وربنا يبارك فيهم ويعلمهم ويفهمهم. بشكر ليك المداخله الطيبه، وبلغ تحياتي لكل اهل البيت واهل القريه عند حضرتك، ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا ليك، وربنا ينبت لك نباتا حسنا ان شاء الله. ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا، سلام للجميع. سلام، ربنا يحفظك. تفضل في امان الله. شكرا لحضرتك. تفضل. هرجع تاني مع الوسائل، بس خلينا كده نشوف مصطفى، اديله الميكروفون. مصطفى بقى انا بخليك كده عشان اسمع حاجات طيبه، يعني عندك ايه النهارده تقدمه لنا؟ انت في سنه كام يا مصطفى؟ انت الميكروفون بعيد، قرب الميكروفون عشان اسمعك. رايح سنه سته؟ داخل سنه سته ولا رايح سنه سته؟ انا بحسبك داخل، كنت اقول لك داخل انت ومين؟ انت ومؤمن؟ طيب ماشي، هو فهمني يعني. طب اتفضل اقرا كده، سمعني صوتك الجميل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران، خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، الا تطغوا في الميزان، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والارض وضعها للانام، فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام، والحب ذو العصف والريحان، والحب فباي الاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنت كمان اخترت يعني صورة من الصور اللي احنا كلنا بنحبها، ربنا يحفظك. أنت في سنة كام يا حبيبي؟ أنا قلت بس تكون نسيت ولا حاجة. سألك السؤال بقى بتاع مؤمن، ولا اسالك انت في سنه كام تاني؟ انت نايم ولا صاحي؟ صاحي يعني؟ قول لي بقى ايه الفرق بين العيد ده والعيد اللي فات؟ العيد دوت ما صدمناهوش في النادي، والعيد اللي فات صدمناه في النادي وما خرجناش العيد. زعلان عشان ما خرجتش يعني؟ طب خلي الميكروفون معاك، هكلمك بس معايا اتصال. استاذ محسن علام راح مننا؟ استاذ محسن علام؟ احنا معانا اتصال يا شباب. قول لي يا مصطفى، انت ترتيبك في اخواتك قد ايه؟ كام؟ فوق ولا تحت انت؟ فوق. انت اكبر واحد فيهم؟ عندك قد ايه؟ اصغر منك قد ايه؟ بثلاث سنين. والله بتتخانقوا مع بعض في البيت وكده ومشاكل وبتاع، ولا الدنيا ماشيه؟ الدنيا ماشيه. طيب بص كده للكاميرا دي كده، وابعت رساله شكر لمامتك وباباك، قول لهم ايه؟ اشكر ابويا وامي، واتمنى لهم الخير. تتمنى لهم الخير؟ ووعدهم ان انت ان شاء الله هتختم قريبا باذن الله. واختم قريبا المصحف كله ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظك يا مصطفى ويبارك فيك ويصلح حالنا حالك. ادي الميكروفون لمصطفى صلاح. مصطفى انا عارف ان انت عندك دعاء حلو كده، تسمعه لنا؟ ماشي. اتفضل يا مصطفى. اللهم ارزقنا بالالف الفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا. اللهم ارزقنا بالجيم جنة، وبالحاء حكمة، وبالقاء خيرا. اللهم وبالدال دينا، وبالذال ذكرا. اللهم ارزقنا بالراء رحمة، وبالذين زهدا. اللهم
اللهم ارزقنا بالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صبرا اللهم وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاد ظفرا اللهم ارزقنا بالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فهما اللهم ارزقنا بالقاف قوة وبالكاف كرما اللهم ارزقنا باللام لباسا من تقى وبالميم مغفرة اللهم ارزقنا بالنون نورا واللهم ارزقنا بالهاء هدى وبالواو ورعا وبالياء يسرا يا ذا الجلال والجمال والإكرام برحمتك نستغيث. انت خليتني احب الالف باء بشكل تاني خالص ونستمتع بالالف باء ده. انا هقعد اراجع بقى الكلام اللي انت قلته ده. هرجع تاني ليك يا مصطفى. خليك معايا الاستاذ محسن علام. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محسن علام، ميسر ومخترع ومبدع الطريقه العلاميه في تعليم القراءه والكتابه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور طارق، وكل عام وانتم بخير. صاحب الطله الجميله على قناه الصحه والجمال. سلامي سلامي لضيوفك الكرام وخاصه الشيخ مصطفى. ربنا يحفظك وبشكرك على البرنامج بتاعك الطيب، برنامج اقرا اللي بيطل علينا على قناه الصحه والجمال. ده 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 جزء بسيط من اللي احنا اتعلمناه من حضراتكم. ربنا يحفظك. والحقيقه انت مبدع يا استاذ محسن، والبرنامج بتاعك الحقيقه جايب اثر ولو اثر طيب جدا. انا كنت بشاهد الحلقه دلوقتي واعجبت جدا بالاساليب، يعني بجد الوسائل التعليميه جميله جدا. انا اتبعت اسلوب في النحو، يعني في اساسات النحو زي الشيخ مصطفى، ما بس الطريقه اللي هي ليه جامده، الطريقه اللي هي العاديه. نعم. فلما شفت الوسيله التعليميه الجميله ديت، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم والمفرد والجمع، ايه الجمال ده، ايه الروعه دي. ربنا يزيدك تواضع، ربنا يزيدك تواضع وانت كبير. ربنا يحفظك وهتيسر للاطفال تيسيرا ما بعد تيسير. ربنا يبارك فيك يا استاذ محسن على مشاركتك الجميله. وانا بقى معلش انا بقى يعني ايه هستاذن حضرتك، لابد اقبض على الشيخ مصطفى يحضر يطلع معاه حلقه. ده احنا قدامك اهو، يشرفنا. هو الراجل متبرع بوقته لله والله. ده احنا نتمنى حضرتك والله يعني الله يكرمك والله. جزاك الله خيرا فعلا تحت امرك. يعني هيبقى لقاء المبدعين. انت كمطور في اساليب الشرح ووصلت لدرجه جميله ما شاء الله عليك، وهو مطور في الوسائل وقدر يوصل لطريقه جميله بجد. يعني موضوع الوسائل واهم حاجه فعلا الوسيله التعليميه، كنا نتناقش انا وحضرتك في موضوع الوسائل التعليميه. نعم. وجانا الشيخ مصطفى ابدع فعلا، عجباني قوي قوي الوسيله التعليميه بتاعت اساسيات النحو دي، جميله جدا وللاطفال. ربنا يكبر خاطرك ويكبر خاطره على المداخله الطيبه اللي اثرت اللقاء. استاذ محسن علام المبدع الرائع صاحب برنامج اقرا على قناه الصحه والجمال، واللي بدعو كل الساده المشاهدين يتابعوا البرنامج بتاعه، اللي ما بيعرفش يقرا هيقرا مع محسن علام. ربنا يحفظك. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. وبرضه يعني في يعني انتهي الفرصه ان انا اشكر نور مجموعه نور البيان في الهند وفي مصر وفي كل الدول العربيه، جزاكم الله كل الخير. الله خير. ربنا يبارك فيك وسعدنا بهذه المداخلة حبيبي. ربنا يكبر خاطرك. كل عام وانتم بخير. ربنا يحفظك. تفضل. جزاك الله عنا خير. ربنا يبارك فيك. طبعا انا نسيت اقول لك انا بشكرك يا مصطفى صلاح على الالف باء الجميله دي، ولانك بقى اسلكت صدري هسمع بقى حاجه من الباشمهندس. هات الميكروفون ده عشان نكمل الـ الـ الكلام الجميل الطيب ده. باشمهندس انا عرفت ان عندك حاجه لمصر، ودول ولاد مصر الجمال اللي بيشرفونا، ومحسن علام ابن مصر الجميل اللي بيبدع في 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 اساليب التعليم، ومصطفى درويش ابن مصر الجميل. ها اسمع حاجه كده تسلك صدرنا عن مصر الحلوه الجميله. وقاك الله يا وطني من الافات والمحن، وصانك يا حمى الاسلام من شر ومن فتن، فداؤك مهجتي أبدا ولست أمن بالثمن، سأبني مجدك العالي قويم النهج والسنن، أحبك سيدا حرا
عظيم الشأن يا وطني، ففيك أواصر القربى وطيب الأنس والسكن، وفيك روائع الذكرى، وفيك روائع الذكرى تسطرها يد الزمن، وفيك الدين والتقوى ونور العلم والفطن، وظلك موئل الغالي، وظلي موئل الغالي، ومهوى الروح والبدن. يعني إن كنت بتغازل الوطن فإحنا كمان بنغازله معاك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا يبارك فيك على كلامك الطيب. مصر الجميلة الطيبة، شعبا وأرضا ورئيسا وجيشا، وقيادة، وأخص بالذكر الساهرون على الحدود. أسأل الله العظيم أنه يحميهم ويحفظهم ويبارك فيهم ويرحم شهدائنا، ويبارك في كل أطباء وطبيبات مصر وكل العاملين في هذا الحقل الصحي. السيدة وزيرة الصحة على الجهد الرهيب المبذول الكبير اللي بيعرضوا نفسهم للمخاطر كل يوم مع ضيق الإمكانيات، بقول يا رب احفظهم واحميهم، الجيش الأبيض، كل أطباء مصر وكل طبيبات مصر، ربنا يحفظهم، وكل العاملين في هذا المجال من ممرضين وممرضات وعمال وموظفين، ربنا يحفظكم ويحميكم على كل الجهد اللي بتبذلوه، ويحفظ مصر وكل الوطن العربي. ربنا يحفظك يا باشمهندس ويبارك فيك. علمتنا وطلعتنا من وسائل العلوم، وسائل الدراسات، وسائل اللغة الإنجليزية، ودي وسائل كوسيلة للنحو في اللغة العربية، وأنشطة للحضانة، وكنت بتلعبنا لعبة حدفت لهم الكرة كده وبعدين اتعطلنا. ما عايزين نكمل اللعبة كده ونشوف احنا الأولاد بتستمتع ازاي، نستمتع معاهم يعني. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، والله انت كلامك مسكر. ربنا يجبر خاطرك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك. ربنا يبارك. انا حقيقي بجد مستمتع قوي بالحديث معاك. ربنا يجبر خاطرك. بحس كده بقرمش. ربنا يحفظك يا رب ويصلح حالنا. ربنا يبارك في حضرتك. بعد ما المعلمة بتاخد جدول الحروف على السبورة وتقول الالف باء كلها، الاولاد بيقراوا وراها، وتاخد حرف الباء دون بتكتبه على السبوره ويقراوا معاها قيمه 10 دقائق، بتاخد حرف الباء ده مجسم كده تحطه على النشان. ايوه. وتبدا تدي الكوره لمحمد واحمد وعلي، يلا محمد او مؤمن هينشن مثلا. كل الاولاد لازم تردد كلها ال 30 او 25 طفل كلهم باء 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 في حس واحد، يوم جوه ايه منشن، يلا يا مؤمن نشن، يلا باء باء باء، ما شاء الله. يلا يا مصطفى اقعد مكانك بس. باء باء باء، ما شاء الله. شفت البقى جميله جدا، كل الاولاد كل طفل 30 كوره ب 30 ولد. وكلهم يعني هي كوره واحده بتتنقل لل 30 طفل، كوره واحده بتتنقل عشان عندي طفل عمال عنده فرط حركه بشغله ان هو ده اللي بيروح يجيب الكوره ويوديها. طب وما ينفعش يبقى البقى هي اللي وبريه والكوره تلزق في البقى؟ قوي ممكن خالص، على اساس الكره ما تروحش بعيد تلزق، اللي يلزق الكره ياخد يسقفوا له يعني. ما فيش مشكله. يعني بنفكر مع بعض، تبقى الكره هي الباقه وبريه والكره تلزق فيها، ما فيش اي مشكله. يعني احنا بندي الفكره للمعلمه وهي بعد كده. بس جميل، انا عايز العب اصلا يعني. يعني انا مش زهقان يعني. ايه تاني في شنطه حمزه بقى الجميله اللي موجوده مع حضرتك؟ التعليم الكتابه. دي عملت اثر طيب جدا مع الاولاد بالاستصال. يعني انا استاذن حضرتك. طب اتفضل اتفضل. التعليم بالصلصال. التعليم بالصلصال. اتفضل. تمام. احنا طبعا بقالنا كتير قوي ما لعبناش بالصلصال. تعليم الكتابه بالصلصال. تعليم الكتابه بالصلصال. اتفضل. بسم الله. في البدايه الـ 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 المعلمه بتجيب الصلصال وبتبرمه كده زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. ايوه. بعد ما طبعا هي تطبقه وتعجنه. تمام. في البدايه بنقول للطفل اعمل دايره. اعمل دايره بالصلصال. اعمل دايره. طبعا كلمه دايره بالنسبه للطفل فيها صعوبه شويه، اللي هو طبعا احنا بنتكلم على لسه طفل لسه بيتعلم. ثلاث سنوات لسه. فيوم تقول له يا دوبك هتعمل دي كده، بتعمل هي طبعا قدامه مره. بتحط دي مع دي بس كده. خلاص كده بالنسبه للدايره، مش لازم تبقى دايره دايره يعني. مش شرط. مش شرط الدوران يكون كامل. تمام. وبتقول له افتحها يمه فوق كده، وممكن اعملها يمه تحت. خليها يمة الباب، يمة الشباك، زي ما اقول لك يعني. خليها مفتوحة وحركة في كل الاتجاهات. تمام. تقول له بعد كده عصف ذهني اعمل حرف النون، بعد ما خد حرف النون. تمام؟ فبيقول لها اعمله ازاي يا ابله؟ هتقول له ادي هتعمل دايرة. هتفتحها يمة فوق. هتحط النقطة جواها بقت ايه؟ بقت نون. بقت نون. هو عمل النون بإيده.
عمل النون بايديه. طب اعملها لي باء. طب عامل ازاي قبل الباء؟ هتوسعها سنه لان شكل النون غير الباء. وهتحط النقطه تحتها. ما شاء الله. هتيجي تقول له هو اعمل التاء، هيقول لك سهله سيبني اعملها لوحدي. يعني ده طبعا بالتجربه، انا بقول ايه اللي تم بالتجربه. صحيح. هيقوم جاي حاطط دي وشايل دي حاطط دي، بقت تاء. اه. اعمل لي حرف الثاء اهو، كل اللي عمله ان حرف على حرف. زود نقطه. طب اعمل الجيم. طب اعمل الجيم ازاي قبل؟ اعمل دايره. ولذلك الدايره 90% من تعليم الكتاب. خلي وش الحرف لان هذه مش ليك بقى وانت بتشتغل. خلاص حاضر ماشي. اعمل داير. عمل داير. تمام. افتحها يمت ال 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 ناحيه ايدك الشمال. ناحيه ايدك الشمال كده. تمام. حط دي فوقيها هنا كده. تمام. خلاص حط النقطه جواها، بقت ايه؟ بقت جي. بقت جي. شيل النقطه حاء. حط النقطه فوق، بقت ايه؟ بقت خاء. تمام. تمام تمام. شيل خالص حاء. شويه شويه تقول له ايه؟ طب كده ايه؟ عشان برضه تفيق يقدر يفرق. ايوه. آه. تمام. يقول لها كده مفيش حاجه. آه. لا هي في فعلا ده حاء. تمام كده. طيب اعمل لي يلا حرف السين. طب اعمل السين ازاي؟ اعمل بدي نص دايره. شوف حضرتك في الدايره دي، ده لفوق. واعمل بالصغيره دي نص دايره. وشها لفوق اهي. اعمل بالكبيره دي نص دايره وشها يمت ايه؟ فوق. بقت سين. بقت سين ما شاء الله. حط الثلاث نقط كده، بقت ايه؟ بقت شين. طب اعمل لي صاد. طب اعمل صاد ازاي؟ اعمل بالصغيره دي نص دايره وشها يمت تحت. تقوم هي مجهزه له المعلمه حته زي دي كده، يحطها هنا كده. تمام. اعمل بدي نص دايره وشها يمت ماشي فوق كده. احطها هنا. ما تنساش السنه، بقت ايه؟ بقت صاد. حط النقطه هنا، بقت ايه؟ ضاد. ضاد. حط الالف ده هنا كده. تمام. حط الالف ده هنا كده وشال دي، بقت ايه؟ ظاء. بقت ظاء. شال النقطه، بقت طاء. طاء. كل الايه؟ الحروف بتشتغل بالشكل ده. بلعبه جميله خالص. الله اكبر. واللي خده النهارده هو اللي بيكتبه في كراسه الواجب. الله اكبر. وبناخد حرف حرف وبالراحه خالص. ومعانا وقتنا، والوقت جزء من التعليم. رائع جدا جدا جدا. الله خير. هطلع لي حاجه ثانيه من الشنطه الجميله دي وتوريها لي دلوقتي. شنطه فيها كتير. بس خليني كان في انشوده جماعيه الاولاد عايزين يقولوها، فاسمح لي هاخد الميكروفون بالبشمهندس زي ما انت كده. اديني بشمهندس الميكروفون كده، والاولاد يقولوا لي كده الانشوده والبشمهندس يساعد معاهم. في انشوده جماعيه، خد يا مصطفى. امسك الميكروفون في النص يا مؤمن كده، وانا سمعت ان انتوا عايزين تقولوا حاجه حلوه كده مع بعض. يلا كده سمعونا حاجه طيبه، اتفضلوا. انت أنت نور الله فجرا، جئت بعد العصر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت هادي وصفي يا حبيبي يا وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شؤنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. ما شاء الله ما شاء الله، كلماتها جميلة بس الأداء واقع منكم شوية. أنا هسمعها من البشمهندس لوحده بقى عشان الجمهور نصالحه، لحسن أنت كده مؤمن هنتضرب ولا إيه؟ قولها لنا كده يا باشمهندس بعد إذنك بقى، وخلينا نحس بجمال الكلام ده. اتفضل. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت العينين ضي، أنت عند الحوضري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شؤنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد شؤنا زاد إليك، محمد قلبي صلي عليك. الله
الله عليه وسلم. ومعانا الأستاذة نجلاء زايد المشرف التربوي من عرب الرمل معانا على التليفون. أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرة المعلمات الفاضلة، أهلا بك. عليك السلام ورحمة الله. عامل إيه حضرتك؟ ربنا يكبر خاطرك ويحفظك ويبارك فيك. الحلقة بصراحة فوق الرائعة. ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك وفي المبدعين اللي مع حضرتك. ربنا يبارك فيك. حضرتك والشيخ مصطفى أستاذنا ومعلمنا المبدع الكبير، ربنا يبارك له. صحيح حضرتك، صحيح. نجم فوازير كسلان وجده فهمان والأفكار الجميلة نور البيان. صحيح. وابني وحبيبي الباشمهندس احمد ربنا يحفظه. يا رب يا دكتور اكون اهديت حضرتك هديه نعمة عجبتك. ونعمه والله، حد جميل وصوته طيب ما شاء الله، اسال الله العظيم انه يحافظ عليه. ربنا يحفظك يا رب يرضى عنك. اسعدتنا والله يا دكتور بادبك ورقي اخلاقك الجميله. ربنا يحفظك، انتم الافضل، انتم اهل الدين واهل العلم. على فكره بقى احمد مش صوت جميل بس، احمد كمان بيعرف يقلد المشايخ. ما احنا هنسمع منه، ده هنطلع كل اللي عنده النهارده ان شاء الله. يا ريتك بس تخليه يسمعك حاجه للمعقلي. ان شاء الله نسمع منه دلوقتي. ربنا يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله يا دكتور. بلغ تحياتي لاهلك وناسك، وانا عارف انك جده حفيدك الصغير ربنا يحفظهم لك. حفيدتي جوري. جوري ربنا يبارك فيها يا رب وفي مامتها. وتحياتي لاهل البلد ومحافظه المنوفيه السباقه دايما، ربنا يحفظكم يا رب. احنا اسعدتنا بوجود حضرتك ان انت زرتنا والله يا دكتور، كانت معرفه فوق الرائعه. ربنا يبارك ربنا يكبر خاطرك ويبارك فيك ويحفظك. اذا كان الناس اموات فاهل العلم احياء. يا رب يبارك في حضرتك. احنا بنشكر والله دار القرآن ان عرفتنا على الناس الجميلة دي. ربنا يبارك فيكم يا رب ويسعدكم ويرفع قدركم. تحياتي لحضرتك ولأهل العلم عندك. ربنا يبارك فيك يا أفضل نجلاء، تفضلي في أمان الله، ومكالمتك أثرت اللقاء. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ربنا يسعدك. تفضلي في أمان الله. تفضلي. طب احنا كده لازم يعني نزولا على رغبة المشاهدين خد الميكروفون وهات لنا بقى فضيلة الشيخ المعقلي وسمعنا اللي انت عايز تشوفه. عايزين نقيم ان شاء الله. اتفضل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. الله يبارك فيك. ماشي، في حاجه بس كده ولا هنخش على عاوز كمان صلاه؟ ماشي يلا. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين اللي يعني انه يعني خلاك معانا النهارده عشان نسمع الصوت الطيب. متشرف ليا والله. بارك فيك، ربنا يحفظك. بس احنا لسه ربنا يكبر خاطرك. قناة الصحة والجمال بتسعد دايما بالمواهب الشابة الجميلة. كل قدر كبير ان شاء الله باذن الله، ربنا يحفظك. انت كمان عندك لسه الشيخ الحذيفي هنسمعه بس ان شاء الله. لسه هنسمع منك اهو، بس خلينا
يعني نروح للمبدع فضيلة الشيخ مصطفى درويش وشنطة حمزة اللي فيها الجمال كله. وما زلنا في موضوع الوسائل التعليمية وأهميتها لتمكين المعلومات عند الأولاد بشكل يتناسب مع المراحل السنية المختلفة ويبقى التعليم ممتع يعني. ايه تاني من الحاجات الجميلة اللي عايزين نشجع كل السادة المشاهدين يعني في الفترة اللي جاية يبقى التعليم بالإمتاع يعني؟ بالمناسبة احنا عندنا برضو تعليم المدود كلها المدود يعني في القرآن كله بلعبة بسيطة تتجاوزش 3-4 دقايق ايوه، ومخارج الحروف اللي بغلبة الدنيا ومحض القراءات نفسه في 7 دقايق ما شاء الله. ودي ممكن اهم وسيلة حتى الان ان شاء الله، بس ان شاء الله احتمال يبقى لها ايه مرات اخرى ان شاء الله. انا ايه ما شاء الله معانا المدود ومعانا مخارج الحروف كمان بحضرتك بتشتغل عليها يعني. المخارج ان شاء الله دي المخارج ان شاء الله دي المدود في البدايه بنقول للطفل لو شفت في القران الكريم كده واضحه ان شاء الله الكاميرا. لو شفت في القران الكريم الالف بدون لا فتحه ولا كسره ولا ضمه ولا علامه الموجه علامه المد ولا اي شيء تبقى عباره عن ايه، يقول الف مد طبيعي حركتين زي ايه مثلا قالا تمام. لو جت تقدمتها الهمزه وجت قدامها الهمزه اتغير المد ده بقى اسمه مد ايه بدل زي امنوا وايمانا تمام. ونجيب الامثله ونقعد ندربوا عليها للطفل قرابه اسبوع او 10 ايام تمام تمام. طيب لو رجعت الهمزه ورا، الهمزه وهي بترجع ورا كده خلاص هنا بعد الالف ما تبقاش قدام الالف وهي بترجع، بص يا ولاد شوفوا الحلوين بص 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 طبعا للاطفال الصغيرين بص بص بتعمل وهي ماشيه موجه وتمشي كده الف مد متصل الف مد متصل الف مد متصل واجب 4 أو 5 حركات الف مد متصل واجب 4 أو 5 حركات 4 أو 5 حركات. فالطفل ياخد النشيد ده زي كلمة مثلا ايه جاء شاء تمام. طيب لو جه الهمزة منفصلة لوحدها هنا كده لو جت الهمزة لوحدها يبقى الالف هنا والهمزة لوحدها هنا تمام. يبقى الحكم ايه، الف مد منفصل جائز 2 أو 4 أو 5 حركات 2 أو 4 أو 5 حركات الف مد منفصل ونبدا ايه نديهم الامثله تمام. طيب لو جت بعد الهمزه حرق الشده هنا تمام في كلمه واحده بقى اسمه الف مد ايه، الف مد لازم لازم نمده كم حركه 6 حركات زي كلمه مثلا الحاقه تمام. ويبدا يتدرب عليها الطفل نعم ما شاء الله. يبدا هنا الطفل نقول له ردوا معايا بقى يا ريت المشاهدين يردوا معايا لوحده كده بقى اسمه الف مد ايه طبيعي طبيعي احسنتوا. طيب كده بقى تبدل اسمه بقى اسمه الف مد ايه بدل ممتاز كم حركه حركتين تمام. طيب لو جت علامة الهمزة فوق كده وجت في كلمه واحده بقى متصل الهمزه بقى متصل طيب كده بقى منفصل كده بقى لازم في لعبه بسيطه خالص خلصنا المدود اللي بتقعد سنين مع الاولاد حتى مع الكبار في بساطه جدا جدا. جميل جدا جميل رائع ما شاء الله تبارك الله عليك ربنا يحفظك ويبارك فيك الله خيرا. وطبعا اللي يعمل كسلان ويعمل جد وفهمان لازم طبعا يطلع منه الحاجات الجميله الرائعه دي جزاك الله خير باشمهندس. ما زلنا مستمتعين وما زلنا دايما كده بنسند عليك. عندك فضيله الشيخ الحذيفي نسمعه كده ونقول للدنيا كلها ان احنا عندنا من القراء الجمال يعني اتفضل. ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر، الله أكبر، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويديك الصحة. كل مرة تجيب شيخ نحس إن احنا وكأننا قاعدين بنسمعه يعني. ما شاء الله ربنا يحفظك. أنت لسه عندك حاجات تانية هتقولها لنا؟ صوتي بقى. عندك رشيد حلو وحاجات كده هنسمعها منك لسه؟ ممكن نقول بتاع حين يمضي الصبح إشراقة. جاهزه جاهزه بس لسه اطلبها منك بس خليني تاني كده ارجع كده لاولادي الجمال الحلوين اللي مش هينفع اسيبهم كده عشان ما يبردوش مني يعني. فمصطفى صلاح انت قلت لي رايح اولى ثانوي مش كده؟ ومؤمن انت رايح سنه كام يا مؤمن؟ سته. ومصطفى انتوا الثلاثه كده كل واحد فيكم هساله نفس السؤال، كنت تتمنى العيد؟ اديني الميكروفون كده، عايزك تقول لي تجربة عملتها في العيد اللي فات ومفتقدها جدا جدا في العيد ده. صلاة العيد في المسجد والتكبيرات وجعت قلبي، يعني دي اللي فرقة مع الواحد. وجعت قلبي إن شاء الله بإذن الله ترجع. وصلة الأرحام والقرابة. ما شاء الله ما شاء الله. إدي المؤمن إيه اللي الحاجة اللي كنت بتعملها في العيد اللي فات وكان نفسك السنة دي تعملها ما عملتهاش؟ صلاة العيد برضه والمراجيح يعني. الخروج واللعب والمراجيح والملاهي، مفتقد الحاجات دي انت؟ ها؟ مفتقدها؟ ان شاء الله ترجع تاني باذن الله يا مؤمن. اديت الميكروفون لمصطفى. ايه يا مصطفى؟ صلاة العيد والاعياد ونروح ونزور صلة الاقارب وصلة الرحم. ها؟ السنة اللي فاتت خدت عيدية قد ايه؟ السنة اللي فاتت؟ مش فاكر. ليه يعني؟ بتبقى حاجة يعني معروفة يعني تقريبا كده يعني. خدت مين ومين اللي ادالك عيدية السنة اللي فاتت يا مصطفى؟ كتير كتير. ها؟ مش فاكر كم؟ ماشي، انت دبلوماسي مش عايز بس تحرج حد. ربنا يحفظك ويبارك فيك. هات الميكروفون. طيب شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يحفظك. اتفضل خلي الميكروفون معاك يا باشمهندس. فضلت الشيخ مصطفى، زرت الدنيا كلها وتحركت في اسيا وفي افريقيا وهنا محافظات مصر، اي المحافظات بتثني عليها وكانت الاسرع وكانت الاروع في التعامل والاستعداد؟ والله انا ما وجدت يعني، مش عايز اقول لحضرتك، ما رحت في مكان الا كان الاستقبال بخير. نعم خير جدا 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 يعني. يعني المحافظه دي اللي بعدها احلى واللي بعدها احلى. يعني ده يرجع لله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم الفضل برضو ده يرجع لاصحابه ونشكرهم. الشيخ عصام ربنا يبارك فيه، الرجل اللي عهدناه دايما الاخلاص، السمه العامه بتاعته. نعم. وان يعطي لله يعني الدورات دي كلها فضل لله. احنا نذهب للهند، اندونيسيا، السودان، بلاد العربيه، الدول العربيه، لم ناخذ جنيه واحد من حد. الحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. نروح فكل هدفنا ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيسخر لنا قلوب الناس. نعم. وبيسبقنا الى قلوبهم. نعم. فسبحان الله بتزلل العقبات ونلاقي اقبال وشكر من الناس يعني لهذا الخير اللي ربنا وفقنا لهم. نعم. هذا فضل والله العظيم، فضل من الله سبحانه وتعالى. ويعني اهمها كانت في بني سويف. نعم. بالنسبه للصعيد. وطنطا وكفر الشيخ واسكندرية في الوجه البحري. ما شاء الله. والمطروح الله للنادي. ما شاء الله يعني تقريبا أنا جبت الجمهورية كلها. ما شاء الله يعني من أسوان وحلايب وشلاتين لغاية فوق يعني اسكندرية كله اسكندرية ومطروح كله بفضل الله. وبورسعيد اليمادي بفضل الله، ما فيش مكان بفضل الله إلا ما رحناه كان خير وفضل من الله سبحانه وتعالى وفتح. هل في كان في تعاون الفترة اللي فاتت بين مؤسسات الدولة
وكانوا بيفكروا يستعينوا بالافكار بتاعتك ديت في العمليه التنشيطيه؟ كان في مدارس يعني معاهد في الازهر بفضل الله كان معاهد ازهريه كتير بدات تتلقى الفكره وتبدا تنشر الخير دون. وكنا بنعمل كنا هنعمل لسه كان قبل الكورونا مباشره يعني الحمد لله ان شاء الله ربنا يسهل. كيفيه تصنيع الوسائل نفسها ازاي ان هم كل مكان يعني هي اصلا ما بقاش متلقي بس انما هو يشتغل على الفكره يعني هي متوفره في عرب الرمل جاهزه ولكن ان كنا عاوزين هو نفسه المعلمه بنفسها تبدا تاخد المقص وتشتغل يعني تعمل كرتونتها بايديها تعمل خيرها بايديها تمام. فده يسهل جدا للناس وان شاء الله ربنا ييسر الحال بعد الازمه دي ما تعدي. يعني حضرتك يا شيخ مصطفى بتعمل الدوره تشرح فيها الـ 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 الوسائل اللي موجوده معاك بتشرح اسلوب العمل بالوسيله وكمان ممكن تعمل دوره في ازاي تصنع الوسيله يعني دي ما بتبخلش على الناس بالموضوع. لا 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 بفضل الله احنا لا ناخذ اصلا في الدوره مال. الله اكبر ما شاء الله. هي المحاضره 3 ساعات هي محاضره الوسائل دي بتلمها كلها ان شاء الله في 3 ساعات. نعم. رقم 2 بس ده غير النحو ان شاء الله النحو ده يبقى له وضع تاني ان شاء الله والنحو او غيره كله مجانا ما شاء الله. ان شاء الله بيكونوا بس 30 معلمه ان شاء الله بنروح ندي لهم الدوره كامله بما فيها محاضره الوسائل والدوره كامله بما فيها محاضره الوسائل مجانيا لوجه الله سبحانه وتعالى لا ناخذ اي شيء ولا نكلفهم اي شيء ده فضل من عند ربنا ما شاء الله. الامر الثاني ان هنعمل دلوقتي دورات كيفيه تصنيع الوسائل لتنشيط المهارات والانشطه عند الطلبه وان شاء الله ربنا يفتح بيها ويبقى خير عظيم جدا يا دكتور ان شاء الله. ربنا يا رب يحفظك ويفتح بيك والكلام الطيب اللي انت بتقوله ده كل الناس سامعه وان شاء الله باذن الله يبقى في تواصل مع حضرتك في الفتره اللي جايه. الصوت الجميل بقى احمد عشان كل الناس قاعده دلوقتي ايه مستنيه تسمع منك هو اتفضل. حين يهدي الصبح إشراق سناه حين يهدي الصبح إشراق سناه يسكب الطل يسكب الطل رحيقه من نداه موقظا بالنور أكفان الحياة أكفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من
صنع من الرازق الله والصانع الله الرازق الله والصانع الله 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 هو الله. ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم بارك. هو الله كانت آخر حاجة ممكن نتابعها معاكم النهاردة، ونقول لكم تاني عيدكم مبارك. أنا سعدت معاكم أيام العيد كلها، وشرفت بضيوفي فضيلة الشيخ مصطفى درويش أستاذ الوسائل الجميل في مصر وبره مصر وكل العالم، والمبدع صاحب الصوت الطيب اللي أسلك صدورنا النهاردة باشمهندس أحمد. ربنا يحفظك ويكبر خطرك ويبارك فيك على الصوت الطيب الجميل، وولادي الجمال مصطفى صلاح اللي متعنا النهاردة بالألف باء والدعاء الجميل، ومؤمن مؤمن عز العرب ومصطفى بلال. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. أعزائي المشاهدين، كنت أتمنى أن الوقت يطول أكتر واستمتع معاكم أكتر، ولكن وقتنا خلص. بشكركم لطيب المتابعة، وحتى ألقاكم في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.